شوف بقى حضرتك لو جينا نقول لك ايه اعمل الشغلانه دي يا خرب، كان هنا بنقول لك روح النار. ده انا هوريكم صوره دلوقتي لها العجب، بيقول لك لها العجب ولا الصيام في رجب. وريني الصوره كده يا عم عشان اقول لهم دول مين، عشان تعرفوا الشغل. تعرفين مين دول؟ بصوا قوي كده تاملوهم، جايز تعرفوا حد فيهم. دي انجيلا ميركل رئيسة وزراء ألمانيا، من مواليد 1954، تمام. ومعاها مين بقى؟ معاها تريزي ماي رئيسة وزراء بريطانيا مواليد 1956 اللي في الوسط، ومعاها جينا هاسبل. معاها مين؟ جينا هاسبل مرشحة ترامب لتولي رئاسة جهاز السي اي اي، وهي دلوقتي بالفعل نائب رئيس جهاز السي اي اي من مواليد 1957. جهاز السي اي اي ده اللي هو جهاز المخابرات الامريكي. شايف التدريب؟ شغل استراتيجي يا سعادة الباش، شغل استراتيجي يا بيه. من وهم شباب لسه، كان زمان كل واحدة فوق زمانهم بينهم في الدبلين، التلاتة بينهم خدوهم يضربوهم هم في الدبلين، علشان تأتي رئيس وزراء ألمانيا قاطرة اقتصاد الاتحاد الأوروبي، ومعها رئيسة وزراء بريطانيا، ومعها نائب رئيس جهاز المخابرات العامة الأمريكي. شغل. واحنا حتى ما احناش عارفين نربي خرفان، نربي معيز يا اولاد، ما احناش عارفين نجيب المعزة تتملى مننا براغيت. الواد احمد الروماني جبت له معزة، بعد اسبوع لقيته بيقول لي خد المعزة يا عم، ده البراغيت ملت الضاع، مش شايل عليه يجيب لها بيوتكس ويحميها. والله والله الذي لا إله إلا هو، أنا بقول كلمة الحق وبقول اللي جوايا وبحق الله. صدقتوني ما صدقتونيش، انتوا أحرار. عايزين تتفرجوا عليا اتفرجوا، ما انتوش عايزين تتفرجوا عليا ما حدش يشوفني. أنا بقول لكم كلمة الحق. شايف جايب لكم ايه؟ جايب لكم ثلاثة من أخطر الشخصيات والقيادات في العالم دلوقتي، وهم شباب صغيرين. صنعت انجيلا ميركل وهي الاخطر فيهم، وانا بقول لكم هي الاخطر فيهم، لانها صناعه مشتركه بين الاف بي اي والسي اي اي، يعني بين جهاز المخابرات الروسي وجهاز المخابرات الامريكي. تخيلوا انجيلا ميركل، تريزي ماي صناعه جهاز المخابرات البريطاني والامريكي، جينا هاسبل طبعا صناعة جهاز المخابرات الأمريكية.